السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم كيك، بس مش أي كيك. كل مرة أي كيك بنعمله بيكون ليه مواصفات خاصة جدا جدا. الكيك المرة دي مواصفاته الخاصة إنه اقتصادي جدا جدا، وفكرته تنفع تعملي بيها كمان مشروع من البيت، هيكون هايل ومربح جدا جدا بإذن الله. والمبهر في الكيك بتاعنا النهاردة ان احنا عملنا كمية محترمة جدا جدا بس من 8 بيضات، وبقية المكونات سهلة وبسيطة واكيد موجودة في كل بيت. زي ما انتم شايفين الكيك هش ورائع جدا جدا جدا، مكوناته بسيطة وطريقته اسهل مما يكون. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح، اتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير. عندي هنا في البولة 3 كوبايات من السكر الخشن او السكر البودرة الموجود والمتوفر، 8 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كوبايتين من الزيت النباتي، وعندي كمان 6 كوبايات من الدقيق. عندي كمان معلقة ونص من سكر الفانيليا ورشة من الملح، معلقتين كبار من بشر الليمون او بشر البرتقال، 3 معالق كبار من عصير الليمون، وكيسين او ظرفين بيكنج باودر. اول خطوه هنبتدي بيها هنجيب البوله ونتاكد ان هي ما فيهاش اي سوائل. هبتدي اضيف فيها البيض والسكر، وهضيف كمان بشر الليمون او بشر البرتقال زي ما قلت لك الموجود عندك، وهضيف كمان الفانيليا. وبعد كده هضرب بالمضرب الكهربائي او اليدوي الموجود عندك لحد ما احول خليط الكيك لخليط او قوام يكون كريمي بالشكل اللي انت شايفاه ده. مهم جدا 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 اوصله للمرحله دي. بعد كده هجيب الزيت وهبتدي انزل بالزيت تدريجيا والمضرب شغال بالشكل اللي انت شايفاه ده علشان خليط الكيك يشرب او يتجانس تماما مع الزيت. الخطوة دي هتاخد مني حوالي 5 دقايق او اكتر شوية. مرحلة الخفق دي هتسهل عليا كتير جدا، مش بس هتديني كيك هش جدا، لا كمان هتديني كيك لونه فاتح جدا جدا. بعد ما وصلت خليط الكيك للمرحلة اللي انت شايفاها دي هبتدي انزل بعصير الليمون مع الخفق المستمر لمدة تقريبا 3 دقايق كمان. وكده خلاص خليط الكيك بقى جاهز معايا. دلوقتي هنيجي للدقيق. مهم جدا جدا ان الدقيق يتنفل مرة واتنين وكمان ان امكن 3 مرات. ضفت على الدقيق الملح وضفت كمان البيكنج باودر. دلوقتي هخلط المكونات الجافة كلها مع بعض كويس جدا جدا، وبعد كده هجيب خليط الكيك وهبتدي انزل بيه والمضرب شغال بالشكل اللي انت شايفاه ده. في كل مراحل الكيك بتاعنا احنا ما استغنيناش عن المضرب خالص. بعد ما نزلت بخليط الكيك جبت في قلب البولة كوبايتين من المية، يعني نزلت كل السوائل او كل الخليط اللي في قلب البولة وكمان السكر اللي كان مدبش كويس جدا زي ما انتوا شفتوا، ونزلت بيه على الكيك. بعد ما ضربته كويس جدا حسيت ان هو سميك شوية، جبت كمان نص كوباية من المية. لو تحبي تضيفي لبن مفيش اي مشكلة، طبعا لو هتعمليه لاولادك كقيمة غذائية اعلى افضل انك تضيفي لبن، ولكن لو هتعمليه كمشروع وعاوزة تربحي منه او عاوزة تكسبي منه كويس فيفضل المية. والنتيجة على فكرة بالمية كانت اكتر من رائعة. بعد كده جبت القوالب او الطواجن اللي هدخلها الفرن زي ما انتوا شايفين، وابتديت انزل فيها بخليط الكيك. القوالب دي كان القالب تقريبا بحوالي 2.5 جنيه. طبعا انت لو هتعملي كمية كبيرة فهتجيبيه بالجملة فاكيد هيكون سعره ارخص من كده في الجملة. مليت القوالب بالشكل ده، طبعا مش مليتها كلها، حوالي 2/3 القالب فقط لا غير. وفي المرحلة دي اكيد انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. في اي كيك بندخل الفرن على درجة حرارة 180، في الوصفة دي هتدخلي الكيك على درجة حرارة 200. ده كده شكل الكيك بتاعنا، وبقى معانا نص الخليط كمان. نص الخليط جبنا بقى بعد كده قوالب الكب كيك، وجات النتيجة حقيقة يعني تحفة جدا جدا، موفرة جدا جدا بتمن بيضات بس. عملنا كمية من الكيك هايلة جدا، حتى لو هتعمليه لاولادك اعملي الكميه دي وشيليها في الفريزر، هتطلعيها على الفطار احسن كيك، وهتحطيه بس في الفرن او في الميكرويف لمده 2 أو 3 دقايق وهيكون جاهز كانك لسه عاملاه حالا. دخلنا الكيك بتاعنا زي ما قلت لكم على درجه حراره 200، قعد معايا في الفرن حوالي 25 دقيقه. ما فتحتش عليه الفرن غير بعد تقريبا 20 دقيقه علشان ما يهبطش. وده كده كان شكل الكيك بتاعنا زي ما انتم شايفين، تحفه جدا، هش جدا 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 فوق ما تتخيلوا. النتيجة كانت اكتر من رائعة، اتمنى تجربوه وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا 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 بإذن الله. شايفين الكيك هش جدا وكمان لونه من جوه فاتح جدا، والمكونات اقتصادية جدا جدا، ما كلفتناش كتير. اكيد انا متأكدة هيعجبكم بإذن الله، ولو هتعمليه مشروع من بيتك هيكون بإذن الله مربح وموفر معاكي جدا جدا.
مستنيه ارائكم في الكومنتات، واتمنى الفكره تكون عجبتكم والكيك كمان يكون عجبكم. دي كانت وصفتي ليكم النهارده، اتمنى من كل قلبي ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، ودمتم امنين يا احلى متابعين.